مساء النور. شراكي الحمد لله. لاباد على الفشوش. الله غدا الفشوش عليكم. هاد المرة راني جاية مع دار زبان خلاص دار الفشوش. كيفاش حكينا على المغامرة هذه دو سيزون؟ كيفاش معهم فاش كيما جا فرقاس المبدع؟ شوف كانت أحلى تجربة في حياتي وكانت فعل خير عليا أني الجمهور تعرف عليا من بوابة الكبيرة بوابة اسم جعفر قاسم، وكانت دار الفشوش فعل خير عليا، الناس عرفوني فيه وحبوه وإن شاء الله أعمل وخذ أخرى الناس يحبوني فيها أكثر. قبل دار الفشوش كنتي وجه إعلاني، عملتي أشياء أخرى، وين كنت؟ ممثلة مسرحية، كانوا عندي أعمال، ولكن دار الفشوش هو اللي فتح لي البوابة لأنه ناس أكثر تعرفني، جمهور كبير يعرفني. ولكن قبل دار الفشوش كنت ممثلة مسرحية من المسرح الهاوي إلى المسرح المحترف. ناس ضغط كبير على المخرج حاليا قالوا له لازم ناس يسمو طربا دار الفشوش، إن شاء الله. مع ولا ضد؟ أكيد مع، يعني ما تكونيش فيها. فريق العمل، فريق عمل رائع يستاهل أنه يكون كاين دار الفشوش ثلاثة، وعلاش لا بديعة ما تكونش فيها؟ بالك ما لبالناش. أنا القرار يقعد للمخرج. قالوا باللي الأمبيونس والكواليس كانت يعني كثير يعني مليحة، الجو اللي كنتوا فيه أجواء عائلية، أجواء رائعة اللي تخليك تخدم بحب، لأنه نعرفوا في وقت التورناج يكون كاين ضغط، يكون كاين ضغط عمل، ضغط الوقت، ونكونوا ولكن بسبب انه دار الفشوش نعتبرها عائله، فالضغط هنا كان ناقص اكثر. ونقترح عليك الدراما، تقبلي تشاركي في عمل درامي؟ انا بديت بالدراما والكوميديا كانت تجربه جديده ليا، فان شاء الله نعاود نرجع للدراما والجمهور الكريم يشوفني في الدراما. شنو رساله توجهها للبيارة خلال في رحله علاج في الخارج؟ حبيت نقولها بالشفاء عليك ان شاء الله طهورا، ان شاء الله ترجعي سالمه غالمه، ولاد بلادك كامل راهم يدعوا لك بالشفاء، وفوالا نحبوك كامل. وفلسطين الجريحه واش تقولي لها؟ فلسطين حره، فلسطينيين مازالوا في قلوبنا مع فلسطين ظالمه او مظلومه، وان شاء الله ربي ينصرهم. نقولهم ربي معاكم، انه كي نسمع كلمه فلسطين صح قلوبنا تتقطع، صح نحسوا بخوفنا، والله غير جدي لحميم. نقولوا لهم ربي معاكم، ربي ينصرهم ان شاء الله. شكرا لك.